طيب بسم الله، احنا كده فضلنا اخر عمليه نعملها على ملف الاكس ام ال اللي هي الاد، عايزين نضيف انتليه جديد. ف هروح كده من فايل واقول له سيف از واعمل ايه؟ اكزامبل جديد. هنا هيبقى اسمه اد امبلي. عشان اد امبلي طبعا مش هيبعت لي الاي دي، فممكن يبعت لي الاي دي واشيك برضه هو موجود ولا مش موجود. لو موجود هقول له ما ينفعش ان انا اضيف موظف بنفس الاسم او بنفس الاي دي. لو مش موجود اشتغل عليه، وممكن اشتغل بنفس الطريقه دي لو لان في حاجات يونيك انا مش ممكن ارفض ان هي تتدبلر، زي الاي دي وزي مثلا الايميل. ممكن اشتغل على الاثنين، ان لازم تبعت لي الاي دي والايميل عشان اقدر الاول اشيك قبل ما اخد منك بقيه البيانات يعني. ممكن اشتغل واحد بس، انا هشتغل واحد بس لان الفكره خلاص هي نفس هتبقى تكرار بس. فانا هقول له ماشي ابعت لي الاي دي عشان اعمل اد، وانا هقول له دور نفس الكلام ان في اكزيست ولا مش اكزيست. بس على عكس بقى الديليت والايديت عكسها تماما. ليه؟ لانه لو فولس هبدا اضيف، لو ترو معناه موجود هقول له لا ما اقدرش اعدله، ما اقدرش اضيف عليه بنفس الاي دي ده. فهمنا؟ وبالتالي عكس يا اما اشيل كلمه نط بس. تمام؟ انا هخليه زي ما هي. لو جايبها فولس هقول له يعني معناها ان هو مش موجود هضيف، هبدا هنا اعمل عمليه الاضافه. العكس هقول له لا ما ينفعش، العكس ده كله بدل ده كل الكلام ده هقول له امبلي اوريدي اكزيست يس ويز ذس اي دي بس. طيب بالاي دي دوت ما ينفعش لان في موظف. طب هنا هقول له ايه؟ انا هقول له عايز يعمل اد. اقول له انتر اي دي اوف اوف ايه؟ اوف الامبلي اللي هو اللي انت عايز تسيرش عليه. انتر اي دي اوف ذا امبلي وخلاص. هات الايه؟ الاي دي بتاع الموظف. وهنادي على اد امبلي وابعت له الاد امبلي اي دي. خلاص؟ حلو جدا. خلصت. هنا بقى نبدا نشتغل بقى على الاد. هنا في صورتنا احنا نقول ايه؟ اد نيو امبلي فعلا. هعمل ايه؟ لو ده فولس وانا عايز اضيف فعلا يوزر. طيب اولا عندي مشكله، اول حاجه اصلا مشكله اللي هي وانا بضيف في حاجه اسمها اوتو نمبر، عايز اجيب الرقم ده كان رقم كام؟ رقم 2، يبقى اللي عليه الدور يتضاف هو رقم 3 عشان يعمل اوتو. انا اللي زنقت نفسي، انا اللي فكرت الفكيرة دي. وبالتالي هضطر اعمل فانكشن ثانيه اقول له نيكست، اسميها نيكست امبلي نمبر. نيكست امبلي نمبر هي بس بترجع لي الرقم اللي عليه الدور. نيكست امبلي نمبر عشان يجيب لي الرقم الامبلي اللي جاي. يبقى انا عايز اجيت الرقم اللي كان موجود وازود عليه واحد، بقول هو ده الرقم اللي عليه الايه؟ اللي عليه الدور. تمام؟ يعني مثلا اقول له ايه؟ هعمل كده حاجه اسمها نيكست نيكست اي دي، وهبدا نيكست اي دي بزيرو. هبدا نيكست اي دي بايه؟ بزيرو، عشان لو الفايل اول مره، لو الفايل بتاعنا اول مره انا عايز انزل اول مره بواحد، يبقى انا هبدا بنيكست اي دي بزيرو. وهبقى سيرش بقى في الايه؟ في الامبليز، اسيرش في الامبليز. فولو 4
m n الامبلويز دوت فايند اول ويسيرش لي على كل تاج اسمه امبلي. حلو، هيحط كل التاجات اللي اسمها امبلي اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، كل مره هقرا الاي دي بس اللي هو الاوتو نمبر، اللي هو الاوتو نمبر. يعني هقول له الاي دي بيساوي او الاوتو نمبر، الاوتو نمبر بيساوي الاوتو نمبر بيساوي ايه؟ هقول له روح على الام دوت فايند دوت فايند دوت فايند، هتدور على تاج، هتدور لي على تاج، انا مش عايز ادور على تاج، وبالتالي انا عايز اقول له ايه؟ انا هدور على اتريبيوت، فاقول له انا عايز الاتريبيوت اللي اسمه اوتو نمبر تقريبا، او اتريبيوت اسمه اوتو نو، فاقول له انا عايز ادور على اوتو نو، فهو كده هيدور على اتريبيوت اسمه اوتو نو هيحط له جوه الايه؟ جوه الاي دي بتاعي اللي هو الاوتو نو، بس طبعا انا عايز احوله لرقمي، رقم رقم يعني هكونفرته، فانا هكونفرته بانت عشان يبقى رقم. ليه هحوله الى رقم؟ عشان اقدر افهمه. طبعا دوت تكست، لا مفيش دوت تكست، هو بس كده. ليه حولته لرقم؟ عشان اقدر افهمه. ليه عشان اقدر افهمه؟ عشان اقدر اقارن هل هو اكبر هل هو اصغر، هو زائد اقدر اطرح ازود عليه واحد، يعني لازم يكون متحول لرقم عشان اقدر اعمل لي عمليات حسابيه او عمليات مقارنه رقميه. خلاص كده بقى معايا الرقم. فجاء قال له ايه؟ اف ان الاوتو نمبر ده اللي انا لسه جايبه لو هو اكبر من النكست اي دي، تعال افترض ان النكست اي دي اول مره بكام؟ بزيرو. فالاوتو نمبر اول واحد هيشوفه دلوقتي مثلا رقم واحد بس، فيقول لك هل الواحد اكبر من زيرو؟ اقول له اه الواحد اكبر من زيرو. خلاص لو الواحد اكبر من زيرو بقول له النكست اي دي تمام هو مين؟ هو الاوتو نمبر. شوف خلاص يبقى النكست هو رقم واحد. اعرف بقى دلوقتي النكست حتى الان بيقف معايا على اخر واحد انا بتكلم عليه. مش بيجي من النكست ماشي؟ لكن ركز معايا. تعالى نتخيل ان الفايل دلوقتي فيه ثلاثة، رقم واحد رقم اثنين رقم خمسة. واحد اثنين خمسة. وثلاثة وأربعة قلنا احنا عملنا لهم دليل بس. الفايل فيه ثلاثة أشخاص، واحد واثنين وخمسة. فهيمشي على أول واحد هيجيب الأوتو نمبر بواحد. فيقول لك الأوتو نمبر رقم واحد ده أكبر من نيكست أو من نيكست بزيرو. يبقى يعمل إيه؟ يقول لك خلاص الواحد ده اتحط جوه النكست اي، يبقى النكست اي شال واحد. ياخد اللفه الجاي فيلاقي اللي هو رقم اثنين، هيجيب له رقم اثنين، فيقول لك رقم اثنين دي اكبر من النكست اي، النكست اي دي بواحد. فيقول لك اه الاثنين اكبر من واحد، خلاص يبقى خد الاثنين وحطها جوه النكست اي، فالنكست اي شايله اثنين. يلف اللفه بتاعته ويدور على المواد يجيب رقم خمسه اللي هو الاوتو نمبر خمسه، فبقت خمسه، يقول لك الخمسه اكبر من الاثنين؟ اه خمسه اكبر من اثنين، فياخد خمسه يحطها جوه النكست اي دي. يجي يلف خلاص اللوب خلص. فاصبح النكست اي دي شال خمسه اللي هو اكبر رقم او اكبر رقم موظف موجود عندي بالفعل. بس انا مش عايز اكبر رقم موظف موجود عندي بالفعل. انا عايز اللي بعده. انا عايز اللي ايه؟ اللي بعده. بعد ما اللوب خلص هقول له ايه؟ ريتيرن النكست اي دي بلس 1. عشان كده ابقى جبت فعلا اللي بعده. فريتيرن النكست اي دي بلس 1، النكست اي دي كان اخر واحد، قلت له بقى زود عليه واحد. زود عليه واحد خلاص بقى مفهوم. فكده انا جبت فعلا الرقم اللي عليه الدور. طبعا فانكشن كده لذيذه، بس كل فكرتها ان هي فكره ان هي بتجيب الارقام، يعني تشوف اخر رقم وتجيب اكبر رقم، وبعد كده تجيب اكبر رقم تزود عليه واحد. عشان انا استغله في ان انا جاي اعمل اد للموظف الاوتو نمبر ده الجديد هيضاف الرقم اللي عليه الدور، الرقم اللي عليه الدور. تمام؟ اوضح الرؤيه. زميلي بيقول ايه؟ انا لما اعمل كده، طب ما انا كنت ممكن اعمل ايه؟ اعمل نفس فكره الكاونتر اللي اخذناها قبل كده، اعمل كاونتر بزيرو واللوب يخش او اعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 كان في كام واحد؟ احنا قلنا ثلاثه صح؟ هجيب رقم اربعه.
طبعا ده مش كلام مظبوط. ليه؟ ليه ما ينفعش الكاونتر؟ نقول تاني بمثال عشان نوضح الفكره. تعال نقول ان البيانات اللي موجوده عندي في الاكس ام ال فايل مثلا هي الملف رقم واحد، الموظف رقم واحد، رقم اثنين اتحذف، موظف رقم ثلاثه، تمام؟ والثلاثه اتحذف خلاص، خلينا الموظف رقم اربعه. يبقى واحد واربعه، واحد واربعه خمسه، واحد اربعه خمسه. خد بالك من الاكزامبل ده. وليكن اول موظف رقم واحد، اثنين وثلاثه دول محذوفين، اربعه وخمسه. لو جينا عملنا الكاونتر اللي هي بالطريقه بتاعت الكاونتر العاديه، واللوب عمال يزود واحد ويزود واحد يزود واحد وخلاص، وازود بعد كده في الاخر واحد وابعد، هيعمل ايه؟ العداد لو بيعد كده الكاونتر هيعد ايه الثلاثه دول؟ واحد اثنين ثلاثه، يبقى الرقم اللي عليه الدور كام؟ اربعه. وده غلط. ليه غلط؟ لان انا البيانات اللي موجوده عندي رقم واحد ورقم اربعه ورقم خمسه، يجي يقول لك اربعه يقول لك متدبل، والمره اللي بعديها هيجي لك خمسه قام متدبل، عملت مشكله. الاوتو نمبر لازم اوصل للماكس الكبير وازود عليه واحد، لازم اجيب الكبير اللارج خلاص وازود عليه وازود عليه واحد. يعني ممكن نغير كلمه نيكست دي واسميها اللارج اي دي، اوضح لو اكبر اي دي موجود عندي، وهنا هاش اقارن بيه وهو ده اللي انا هقول عليه. بعد ما وصلت لللارج اي دي الكبير معامل ايه؟ بعد ما وصلت لللارج اي دي بزود عليه واحد بقى عشان يبقى اللي عليه الدور بقى، يعني بريترن في الاخر خالص الكبير اكبر رقم كام كذا، زود عليه واحد مش كاونت، لان انا حذفت عندي 10 وظيفه وحذفت 9 وخليت واحد اللي هو رقم 10، يبقى عليه الدور 11 مش اللي عليه الدور حاجه ثانيه. طيب دي كانت ان انا اوصل للرقم اللي عليه الدور. قلنا دي نستغلها في ايه؟ في ان احنا نقدر نضيف بيانات. احنا بنضيف بيانات جديده هيبقى محتاجين الرقم ده عشان نحطه جوه الايه؟ جوه الاكس ام ال فايل.